بمناسبة نيمار، وبعد ما كانت الأضواء كلها مسلطة على كريستيانو رونالدو جورجينا في العاصمة السعودية الرياض من يوم ما راح رونالدو للنصر السعودي، خلاص انسحب البساط بمجرد وصول النجم البرازيلي نيمار اللي خطف الأضواء من الجميع، مش بس هو لكن كمان والدته نادين سانتوس. نادين سانتوس شفنا صور ليها، والحقيقة يعني صور جميلة. نيمار من يوم ما تم الإعلان عن صفقة انتقاله للهلال السعودي والتيشيرت بتاعه بيتباع بأرقام قياسية، يعني في أرقام قياسية في مبيعات تيشيرت نيمار بتاعت يعني أول ما وصل يعني للسعوديه. الحقيقه يعني مش قادره اقول لكم يعني التيشيرت هناك بيتباع قد ايه. امبارح بالليل كان في حفله مهمه جدا قدمته الحفله دي للجمهور في ملعب الملك فهد اللي بيتسع ل 60,000 متفرج. الحقيقه ان المكان كان مليان على اخره فوق بعض. طيب ايه بقى حكايه الست الحلوه نادين ومونيمار؟ نادين بعد ما وصلت السعوديه دخلت في المود على طول، وبنظريه كده ان كنت في روما فافعل ما يفعل اهل روما، راحت ضربه العبايه السوداء وعليها البرقع كمان ومغطيها ومغطيه شعرها، وتحسها كده الست امينه وهي خارجه مع السيد في فيلم بين القصرين. راحت طالعه على طول على الصحراء وركبت الناقه وشرخت، ولا همها حر ولا همها غيره، وختمت الجوله بقعده عربي مع فنجان قهوه كده محوج جميل اهي الست نادين من اللي قلبك يحبه. ما كانش ناقص غير ان الست ام نيمار تتقمص بقى شخصيه المتنبي وتقول الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وطبعا الصور اللي اتاخدت للست ام نيمار كانت حديث السوشيال ميديا لدرجه انها نفست ابنها في الشهره والنجوميه هناك. وبقى نيمار بيلعب جوه الملعب وامه عايشه حياتها بره الملعب، وليله طويله بقى سعادتك. طيب قبل ما نكمل خلينا بس نقول يعني برافو للسعوديه على استغلال الحدث، صح جدا اللي بتعمله، لانه طبعا جزء كبير من اللي حصل هدفه الترويج للمملكه وللسياحه في السعوديه، واللي ما بقتش تعتمد على السياحه الدينيه بس. بالمناسبه كل ما بيروح نجم كلاس A كده لنادي سعودي كل ما بتزيد المطالبات باستقطاب محمد صلاح، عايزين محمد صلاح، واللي بقى عليه خناقه كبيره جدا، خناقه جماهيريه كبيره جدا بين اتنين من اكبر الانديه السعوديه، الاولاني نادي اتحاد جده، والهاشتاج اللي طلع الايام اللي فاتت ترند كان عنوانه صلاح مطلب اتحادي. الطرف الثاني نادي الهلال بهاشتاج الهلال احق بمحمد صلاح. لحد دلوقتي لسه صلاح مكمل في ليفربول. كل يوم بيحطم ارقام وبيعمل انجازات مهمه. الكلام عن انتقاله للدوري السعودي بنسبة كبيرة ممكن ما يحصلش قبل الصيف الجاي، ده لو حصل، ده في حالة رغبة اللاعب وفي حالة موافقة نادي ليفربول.